السلام عليكم، هاتوا مقطع جديد من لعبة ون بيس باونتي رش. النهاردة أخيرا نزلت الباكجات بتاعة ياماتو رانر، بالإضافة لأن ياماتو لاجين برضو نزلت الباكجات بتاعتها. ففي المقطع بتاع النهاردة هنتكلم عن الباكجات بتاعة ياماتو رانر، وهل المفروض أن تفتح على الباكجات بتاعتها ولا لأ. فمن غير ما أطول عليكم يلا ندخل كده على الباكج ونشوف في التفاصيل بتاعة الباكج. هنلاحظ إن الباكج أصلا ما يعتبر ملوش ما فيش ليه مضمون، ولكن انت بتجمع الفراجمنتس بالفتحات بتاعت الباكج، تمام؟ في الاستباد بتاعت الايه الاستباد بتاعت الباكج وكده، بتجمع الفراجمنتس بتاعت الشخصيه عشان في الاخر توصل ل 500. لما تجمع الفراجمنتس ايه لما تجمع ال 500 فراجمنت اللي محتاجهم عشان تفتح الشخصيه. فهنلاحظ ان الراوند الكامله بتتطلب كام؟ بتتطلب 180 جوهر. ال 180 جوهره دول بيجيبوا لك كام فراجمنت؟ بيجيبوا لك 50 فراجمنت. هنلاحظ 5 و10 و15 و20 في المحصله يعتبر كام؟ يعتبر 50 فراجمنت. انا محتاج 180 جوهرة عشان تجيب 50 فراجمنت، وبالتالي محتاج 1800 جوهرة عشان تجيب 500 فراجمنت وتضمن اللي هي ياماتو الرنر، تمام؟ طيب التفاصيل التانية بتاعت الباكج ايه؟ لما نيجي ندخل هنا على الدروب ريتس، غالبا هتلاقي ان الدروب ريت بتاع ياماتو عبارة عن يعني زي ما احنا متعودين اللي الدروب ريت بتاع ايه بتاع اي شخصية اكستريم 0.2%. وفي شخصيات بيك اب هنا اللي هي نامي ونيجاشيما واللي هو الثور الاخضر، كل واحد منهم 1%، والباقي بقى ايه الشخصيات البونفست والشخصيات الستيب اب، ولكن من عند اودن. من عند اودن يعني اي شخصية بونفست نزلت بعد اودن زي مثلا جعفر مش موجود في الباكج، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للتفاصيل بتاعة الباكج بتاع ياماتو رانر. طيب دلوقتي بقى خلونا نتكلم عن ياماتو رانر، وهل المفروض إن أنت تفتح عليها ولا لأ. طبعا أنا منكرش إن التعديل اللي حصل على ياماتو رانر يعتبر تعديل قوي جدا جدا، وهو بيعتمد بشكل أساسي على الأنتي هيل، وأي شخصية يعني يعتبر المضاد ليها محتاج إن هو إيه محتاج إن هو يأثر عليها بأنتي هيل وكده. والشخصية دي إحنا عارفين كويس أوي إن هو روجر الأتاكر. فالتعديل اللي حصل على ياماتو رانر بشكل اساسي حصل على ياماتو رانر عشان يرجع ياماتو الرانر، يعني هو عشان يرجع الميتا القديمه ببساطه. ياماتو رانر لما نزلت كانت نازله مضاده لروجر، تمام؟ يعني عندنا دلوقتي كاينو نزل كاتاكر، وبعد كده ياماتو رانر نزلت ايه كرانر، الاثنين يعتبروا مضادين لروجر بعد الميتا بتاعت ايه بعد الميتا بتاعت روجر. بعد كده نزل اللي هو كايدو المدافع عشان يبقى مضاد لياماتو رانر اللي مضاد لروجر، وروجر رجع يبقى مضاد ليه تاني. فهنا نفس الحلقه رجع التاني لما هم عملوا الايه لما هم عملوا التعديلات على الثلاث شخصيات دول. بقى ايه بقى ياماتو مضاد روجر، وروجر مضاد لكايدو، وكايدو هيبقى ايه هيبقى مضاد لياماتو. فهتبقى الحلقه دي انا ترجع تاني، بس الحلقه دي تعتبر مغلقه شويه. ازاي يعني؟ التعديل عليهم مش هيبقى يعني بشكل عام، على قد ما روجر شفنا التعديل لكن قوي ازاي وبقى قوي بشكل كبير، على قد ما انا متوقع ان الشخصيه ما تفضلش بهذه القوه الرهيبه في الميتا اللي جايه وكده. ومع ذلك لو احنا جينا لروجر، فروجر كان نازل ب 1000 جوهره، فحتى لو مش هيفضل بهذه القوه في الميتا اللي جايه فيبقى يستاهل ان انت تفتح عليه، تمام؟ انما لما نيجي هنا لياماتو رانر هم منزلنا ب 1800، و1800 مش زي 1000، 1800 تعتبر غاليه شويه. يعني في اكستريمات حرفيا بتبقى زي ما احنا عارفين مثلا ب 2500 وتبقى لسه نازله، فيعني 1800 بالنسبه لاكستريم قديم حتى لما يتم التعديل عليه، تمام؟ تعتبر والتعديل طبعا بتاع ياماتو رانر برضو مش زي التعديل بتاع روجر. التعديل بتاع روجر هو اقوى تعديل انا شفته في اللعبه كلها، تمام؟ فكون انها تنزل ب 1800، 1800 اكتر من روجر حتى بهذه الكميه، يعني يعتبر دخل على الضعف. فهل هي كده تستاهل ان تتفتح عليها ولا لا؟ هقول لك هي ممكن تستاهل ان تتفتح عليها وكل حاجه، تمام؟ بشكل مطلق، ولكن بشكل نسبي انت دلوقتي لو معاك جواهر ومعاك مثلا اكتر من 1800 جوهره، واحنا خلاص يعني فاضل لنا اقل من شهرين وندخل على الاحتفاليه وينزل بقى اكستريم ما قبل الاحتفاليه ومش عارف ايه الكلام دون، فهل من الاولويه دلوقتي ان انت تفتح ب 1800 على يعني اعتبر مثلا انت هتضطر ان انت توصل مضمون تفتح ب 1800 على ياماتو رانر اللي هي تعتبر يعني تم التعديل عليها بشكل اساسي عشان تبقى مضاد روجر ومش لازم تبقى قوي في الميتا اللي جايه؟ على فكره دي حاجه احنا ما نعرفهاش ومش متاكدين منها، تمام؟ يعني مثلا لو جينا نفكر في الموضوع، انت عندك دلوقتي لما حصل الموضوع دون قبل كده وتم التعديل على شانكس المارين، جيت الميتا اللي بعدها كانت الميتا بتاعت مين؟ كانت الميتا بتاعت اللي هو الجوي بوي. الجوي بوي اصلا شانكس المارين صعب جدا جدا ان شانكس المارين يتعامل معاه، بالاضافه حتى الى ان قبلها ياماتو الهجين تعتبر مضاده لايه؟ تعتبر مضاده لشانكس في المراد وكده عشان الشيلد بتاعه. حلو،
فال ممكن نفس الكلام يحصل مع اماتو رانر. فدلوقتي كون ان انت منزل لي اماتو رانر، خد بالك شانكس المارينا على ما اتذكر كان نازل ب 840 جوهره اول مره كان نزل، باين 840 جوهره، وروجر نازل بايه؟ روجر نازل ب 1000 جوهره، انما ياماتو رانر دلوقتي نازل ب 1800. فما اقدرش ان انا نفس الكلام مثلا اقوله على شانكس مارين واللي هو روجر اقوله على ياماتو رانر، خصوصا ان احنا داخلين على احتفاليه. فهنا انا هقف واقفه اقول ايه، واقول ان انا مش شايف بصراحه ان انت لو انت معاك جواهر، يعني انت لو انت معاك كميه جواهر محترمه مثلا اكتر من 2000 ولا حاجه تحديدا، يعني انا مش شايف ان انت المفروض ان انت تفتح على الباكجات بتاعت ياماتو رانر، لان ببساطه هي الفكره ترتيب اولويات، الاولويه للايه، للاكستريمات بتاعت الميتا اللي جايه، اللي احنا يعني طبعا ما عادش فاضل فتره طويله وندخل عليها. فدلوقتي انت هل تفتح على ياماتو رانر ويبقى في احتمال مثلا تصرف 1800 من اللي معاك وممكن ما تضمنش الاكستريمات مثلا بتاعت الميتا اللي جايه، ولا تستنى الميتا اللي جايه وتجيب الاكستريمات اللي انت ضامن بنسبه 100% انها غالبا هتبقى قويه في الميتا بتاعتها، تعمل ايه؟ لا طبعا تستنى الميتا اللي جايه وتجيب ايه، وتجيب اكستريمات تبقى قويه في الميتا بتاعتها، خصوصا لو انت معاك اصلا شخصيات اوريدي قويه في الميتا الحاليه اللي انت موجود فيه. الكلام ده كله ما كانش هيبقى نفس الكلام لو المضمون ما كانش 1800، لو المضمون مثلا كان زي روجر اللي هو الاتاكر او اللي هو شانكس مارين كنت اقول لك كده، كنت اقول لك افتح عليها عادي. ليه؟ لان هنا هتبقى قيمه مقابل سعر، زي ما انا كنت اقول بالظبط على شانكس مارين، انت في قيمه هنا مقابل سعر لا تفوض بصراحه. انما دلوقتي هي مش مساله قيمه مقابل سعر، هي مساله ترتيب اولويات، هي مساله ايه اللي ليه الاولويه، لان هنا انا بدات المضمون بتاعها يعلى بحيث ان انا ابدا اقارنه بقى بالايه، بالاكسترونات الجديده اللي ممكن تنزل معانا. طبعا يعني الاكسترونات الجديده غالبا هتبقى اغلى بكتير، بس برضه يعني 1800 مش قليل، تمام. فهنا ابدا اقول لك بقى ترتيب اولويات، يعني لو انت مثلا صرفت 1800 من معاك ما انت مش لازم تضمن اللي جاي، انما مثلا لو شانكس مارين كان نزل وانت صرفت 840 وانت معاك جواهر كتير، ساعتها ممكن تضمن الاكستريم اللي جاي عادي، فاهمني؟ فهذه الفكره. فانا في المضمون بتاع الموضوع انا مش شايف ان انت المفروض ان انت تفتح على باكجات يا موتو رانر، وشايف ان انت المفروض ان انت تستنى للميتا اللي جايه وتحاول تجيب الاكستريمات اللي هتنزل في الميتا اللي جايه، او تحاول تجيب ايه، تجيب يعني الاكستريم بتاع الميتا اللي جايه اللي بقوه في الميتا اللي جايه وكده، تحديدا او خصوصا بما ان انت غالبا معاك ايه، معاك شخصيات قويه في الميتا الحالي، ومش محتاج مثلا ايه شخصيه تبقى قويه وكده في الميتا الحالي، تمام. فهو ده كان بالنسبة لي المقطع بتاع النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا من المقطع، لو استفدتوا ما تنساش تعمل لايك وتشوف القناة عشان أوصلك كل جديد، وأشوفكم في المقطع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.